نهاية هذا الفيديو رح نتعرف عن أفضل مواقع تسويق بالعمولة اليوم موجودة على الإنترنت، طبعا ممكن تنضم إلها بشكل مجاني إذا كنت مبتدئ. لا تنسوا ضغط لايك واشتراك للقناة إذا عجبكم الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إبراهيم منصور، اليوم رح نشرح فيديو جديد عن أهم مواقع تسويق بالعمولة للمبتدئين. خلونا نبدأ أول شيء، ما هو التسويق بالعمولة؟ التسويق بالعمولة بشكل عام هو نوع من أنواع التسويق بتلجأ إله الشركات عشان تبيع منتجاتها. يعني أنت دورك كمسوق رح تكون وسيط بين صاحب منتج وعميل. لما تبيع منتج لعميل من خلالك أنت رح تربح نسبة من العمولة من سعر المنتج. طبعا أنا شارح التسويق بالعمولة بشكل كامل في فيديو سابق، رح تلاقوا الرابط بأعلى الفيديو أو بالوصف. الآن خلونا ننتقل للشيء الثاني، أنواع المنتجات التي ممكن تسويق لها. طبعا في عنا عدة منتجات على الإنترنت بنقدر إحنا نسوق لها. أول أو أهم المنتجات الموجودة عندنا هي المنتجات المادية، يعني منتج رح يوصل للعميل، منتج ملموس. طبعا هذا النوع من المنتجات هي منتجات رح ينفرض عليها رسوم شحن وضرائب، يعني أنت لما تبيع منتج لعميل رح يكون في عندك مشاكل في بعض الدول عشان نسبة الضرائب والشحن العالية. النوع الثاني من المنتجات اللي بتقدر أنت تسوق لها على الإنترنت هي المنتجات الرقمية، يعني منتجات لا عليها لا شحن ولا ضريبة. ولا بنفرض عليك اي رسوم، هي فقط منتجات بيشتريها العميل على الانترنت وبيحتفظ فيها على جهازه الحاسوب او على الموقع اللي اشترى منه المنتج، مثلا المنتجات الموجوده على شركه كليك بانك. اما النوع الثالث من المنتجات اللي ممكن التسويق لها هي الخدمات، يعني مثلا شخص بقدم خدمه ما، انت ممكن تسوق لهي الخدمه عشان تاخذ عمولتك. طبعا انا بعتبرها من اسهل طرق التسويق على الانترنت هي التسويق للخدمات، يعني اذا انت كنت مبتدئ يفضل انك تبدا تسويق للمنتجات الماديه او للخدمات. بعدين لما تصير عندك الخبره الكافيه ابدا تسويق المنتجات الرقميه. خلونا نبدا بموضوع الفيديو، افضل مواقع تسويق بالعموله على الانترنت. طبعا بنعرف انه اغلب المتاجر او الشركات على الانترنت عندها برنامج تبعيه، يعني انت بتنضم لهذا البرنامج بتبدا تسوق لمنتجات الموقع. لكن في بعض المواقع اختصت بالافلييت، يعني هي من اشهر برامج الافلييت موجوده على الانترنت. خلونا نتعرف على اول موقع، هو موقع امازون. طبعا موقع امازون واحد من اكبر المتاجر العالميه الموجوده على الانترنت، بيمتلك برنامج افلييت من احد اشهر البرامج الافلييت الموجوده على الانترنت. طبعا اذا كنت مبتدئ بتسويق العموله على الانترنت بنصحك انك تسجل برنامج الافلييت الخاص بامازون، لانه راح يعلمك اساسيات التسويق بالعموله بشكل عام. طبعا زي ما ظاهر امامنا، عشان تقدر تنضم لبرنامج الافلييت الخاص بامازون نضغط نفتح على متجر امازون. طبعا لازم يكون عندك حساب في شركه امازون او متجر امازون بالبدايه، بعدين تنزل للاسفل بالفوتر الخاص بموقع امازون في عندنا زر بيكم ان افلييت، بتضغط عليه راح ينقلك لصفحه الافلييت الخاص او برنامج الافلييت الخاص بامازون. طريقة التسجيل فيه كثير سهلة، طبعا في أكثر من فيديو موجود على الإنترنت لطريقة التسجيل برنامج أمازون أسوشيت، وأنا راح أشرح فيديو إن شاء الله قادم عن طريقة التسجيل بأمازون أسوشيت. نسبة العمولة ببرنامج أمازون تتراوح بين 1 و10%، يعني أنت راح تكون عمولاتك قليلة على سعر المنتج، فيفضل إنك تختار منتجات لسعرها عالي عشان تربح نسبة عمولة عالية. الآن راح أسجل الدخول على برنامج أمازون أفليت عشان تتعرف على الداشبورد الخاص بالواجهة تاعته. طبعا أنا عندي حساب قمت بإنشائه سابقا، والآن راح أضغط ساين إن. زي ما هو ظاهر امامنا هاي هي الداشبورد الخاصه بالامازون افيليت. طبعا واجهه كثير سهله، انت اهاني الواجهه ما راح تستخدمها كثير. طريقه انك تاخذ الرابط الخاص بالمنتج اللي بدك تسوق له بتنتقل لمتجر امازون. بعد ما تسجل الدخول لبرنامج امازون افيليت راح يرافقك توب بار راح يساعدك انه يعطيك اي لينك خاص باي منتج انت بدك تسوق له. مثلا خلونا ننزل للاسفل نختار اي منتج، مثلا انا بدي اختار اي منتج موجود، راح اضغط على المنتج الظاهر امامنا. بالتوب بار عندنا 3 خيارات، اما التكست وايمج وفي تكست زائد ايمج. انت كيف بدك تاخذ الرابط؟ في هان كلمه جيت لينك، بتختار بتضغط على تكست. بعد ما تضغط على تكست راح يظهر عندك الاي دي الخاص في البرنامج الافلييت تاعك. طبعا هذا هو الرابط القصير اللي انت اي شخص بيشتري من خلال هذا الرابط انت راح تربح عمولتك. طبعا في عندنا خيارين الشورت لينك والفول لينك، وطريقه اختيارك له بترجع لطريقه عرض الرابط للعميل. والان خلونا نتعرف على الموقع الثاني، موقع التسويق بالعموله، هو موقع كليك بانك. طبعا موقع كليك بانك واحد من اشهر مواقع التسويق بالعموله الموجود على الانترنت. طبعا كليك بانك بيقدم لك منتجات رقميه، يعني منتجات غير ملموسه او فيش عليها رسوم شحن وضريبه. نسبه العموله بتتراوح اكثر من 75% من سعر المنتج، يعني اذا انت بعت منتج واحد باليوم راح تربح اكثر من 150 دولار من سعر المنتج. طبعا بتميز موقع كليك بانك انه العمولات فيه، بعض العمولات فيه بتكون مستمره، يعني العميل طول ما هو بيشترك في البرنامج اللي انت بعته اياه انت راح تضلك تربح عموله سنوية أو شهرية. لكن السلبيات بموقع كليك بانك إنه ما متاح في بعض الدول، يعني مثلا الجزائر. طريقة التسجيل فيه كثير سهلة وبسيطة، فيه كثير فيديوهات موجودة على الإنترنت لطريقة التسجيل فيه. الآن أنا راح أقوم بتسجيل الدخول على موقع كليك بانك عشان تتعرفوا على الواجهة أو الداشبورد الخاصة بالكليك بانك. طبعا هذا هو حسابي، راح أضغط لوج إن. وهيك بكون سجلت الدخول. طبعا هاي واجهة الداشبورد هي كخيارين، يا إما تكون مسوق تابع أو شركة حابة تعرض منتجها لتسويق له. انت عشان تبحث عن المنتج اللي حابب تسوق له من السايد بار موجود عندنا ماركت بليس،
نضغط عليه راح يكون لنا الماركت بليس او المكان الموجود فيه المنتجات اللي راح تقدر تسوق لنا. طبعا موجود عندنا العديد من التصنيفات اللي ممكن انت تختار المنتج من خلالها. اذا مثلا دخلنا على الهيلث اند فيتنس، بعد ما اخترنا تصنيف الهيلث اند فيتنس ظهر عندنا العديد من المنتجات. طبعا هان راح يكون سعر العمولة تاعتك، يعني انت اذا بعت هذا المنتج عمولتك راح تكون 137 دولار. طريقة التسويق لهذا المنتج بس تضغط على الريموت، بعدين بتحط الاي دي الخاص فيك وبتاخذ الرابط وبتبدأ تسوق له. اي بيعة انت بتحصلها راح تربح 137 دولار. والان خلونا ننتقل للموقع الثالث معنا من مواقع التسويق بالعمولة، هو موقع سي جي افليت. كمان موقع سي جي افليت واحد من اشهر مواقع التسويق بالعمولة الموجودة على الانترنت. طبعا بيقدم لك منتجات رقمية ومنتجات مادية، يعني في اغلب البراندات الموجودة على الانترنت مثلا اديداس او نايك موجودة على موقع سي جي. طبعا تختلف نسبة عمولته من شركة لشركة، يعني انت لما تسجل فيه لازم تنضم لشركة داخل برنامج سي جي افليت، بعدين لما يوافقوا عليك بتبدأ لتسويق منتجات هاي الشركة. طبعا يعتبر برنامج سي جي افليت من اكثر برنامج اللي بيمتلك شركات تابعة على الانترنت، طبعا حسب تصنيفهم هم، يعني بيمتلك اكبر عدد من الشركات التابعة ممكن انت تسوق لمنتجات. لان انا راح اسجل دخول على برنامج سي جي افليت عشان تتعرفوا على الداشبورد الخاصة بالموقع. طبعا انشاء حساب موقع سي جي افليت كثير سهل، يعني ما عليك انك الا تحط ايميلك وبياناتك بعدين تسجل دخول وبيوافقوا عليك بشكل مجاني وسريع. الان انا راح اضغط لوجن واسجل الدخول على موقع سي جي افليت عشان تتعرفوا على الداشبورد الخاص بالموقع. طبعا هذا هو الايميل، راح اضغط لوجن. ظهر امامنا الداشبورد او وحده التحكم الخاصه فيك كافليت على برنامج سي جي. طبعا هون راح يبين انت قديش عمولتك في هذا البرنامج، وهون راح يبين معك بعض البرامج اللي انت ممكن تنضم لها، لكن تحتاج لموافقه، يعني قبل ما تسوق للمنتج انت بتحتاج انه الشركه توافق عليك عشان تقدر تسوق لمنتجاتها. وممكن كمان انت تسجل دخول بشركات ثانيه، اذا بتطلع على التوب بار في كلمه ادفرتايزرز نضغط عليها راح تظهر عندك كامل الشركات اللي ممكن انت تنضم لها عشان تسوق منتجاتها. طبعا هيك ظهر امامنا كامل الشركات انت ممكن تنضم لها. ممكن تبحث عن الشركة عن طريق البحث، وممكن عن طريق الكاتيجوري، يعني عندك العديد من الكاتيجوري اللي ممكن تختار اي تصنيف منها وتبحث عن الشركة من خلال الكاتيجوري. طبعا عمولتك بتبين، اذا بنطلع كلمة سيل مثلا هذا المنتج عمولتك عليه 65%، هذا المنتج اي منتج بتبيعه عمولتك 100 دولار، هذا المنتج مثلا عندك على الليد يعني على كل نقرة 1 يورو. لكن في عنا شيء مهم هو النتورك ايرننج، اذا بنطلع على الخط هذا يعني نسبة البيع عليه قليلة، يعني من 0 لـ 1 بتكون قليلة، لازم يكون الخط الأخضر واصل للخمسة، يفضل انك تختار البرامج للخط الأخضر واصل للخمسة. اذا بننزل للأسفل مثلا هذا البرنامج واصل لـ 3 يعني برنامج جيد، مثلا هذا البرنامج واصل لـ 4 يعني برنامج كمان جيد. فأنت بتختار البرامج اللي بتكون عليها نسبة شراء، يعني الناس متقبليتها عشان تقدر تسوق للمنتجات. أما إذا دخلت على شركة يعني ما عليها نسبة بيع، فأنت راح تعرض المنتجات لأكبر عدد من العملاء لكن ما راح يكون عندك عمليات بيع. طبعا عشان تدخل على أي برنامج أو أي بروجرام تعمل apply to program، بعدين تستنى الموافقة عشان تبدأ تسوق لمنتجات هذا البرنامج. طبعا في عندك لينك، في عندك هان زر get link، إذا بتضغط عليه ممكن أنت تأخذ اللينك الخاص أو الرابط الخاص بهذه الشركة عشان تبدأ تسوق لها، وأي واحد بيشتري من خلال الرابط تاعك أنت راح تربح عمولة. ظهر امامنا اللينكات اللي انت ممكن تاخذها، اي لينك موجود امامك ممكن انت تاخذه وتبدا تسوق له، اي شخص بيشتري من خلال هذا اللينك انت راح تربح عموله. والان خلونا ننتقل للموقع الرابع من مواقع التسويق للعموله، هو موقع جيفيزو. طبعا موقع جيفيزو شبيه لموقع كليك بانك، يعني اغلب الاشخاص اللي يتم رفضهم موقع كليك بانك بنتقلوا او بيكون خيارهم الثاني هو موقع جيفيزو، يعني بيقبل اغلب الدول على الانترنت. ونسبة عمولته كمان تتراوح أكثر من 75% وممكن توصل ل 100% من سعر المنتج، وبقدم كمان منتجات رقمية شبيه لموقع كليك بانك. طبعا أنت ممكن تدخل فيه كسيلر كبائع، ممكن تدخل فيه كمسوق تبعية أو أفليت. الآن راح أقوم بتسجيل الدخول على موقع جيفيزو عشان تتعرف على وجه التحكم الخاصة بالموقع. راح أضغط لوجن، طبعا تسجيل فيه شكل مجاني وبيوافقوا عليك بشكل سريع، وطريقة التسجيل فيه كثير سهلة، ما عليك إنك تحط غير إيميلك وبياناتك، يعني مشابهة لأي طريقة تسجيل بأي موقع ثاني. نضغط لوج ان، طبعا هذا هو الايميل، وهيك فتحت واجهه التحكم الخاصه بجيفيزو. طبعا هاي الواجهه للشخصين للبائع وللافليت. طبعا انت اذا كنت مسوق كامل البيانات رح تظهر امامك هون، واذا كنت بائع كمان البيانات رح تظهر على جهه البائع. عشان تقدر تبحث عن منتج وتبدا تسوق له بتطلع للاعلى من التوب بار في عندنا كلمه افليت، بتضغط عليها. طبعا عندك عده خيارات، لكن ننزل الخيار الرابع هو فايند برودكتس، نضغط عليه راح يعرض لنا كامل المنتجات الموجوده على جيفيزو. وهيك بكون ظهر معنا كامل المنتجات اللي ممكن انت تسوق لها على جيفيزو. طبعا هون عندك بحاسبوك على طريقتين، اما الاي بي سي يعني لكل 100 نقره،
او حسب مثلا في اشخاص بيحسبوك على كل نقره او كل 100 نقره، او بيختلف من منتج لمنتج اخر. مثلا البرنامج الاول لكل 100 نقره بيحسبوك $3.65، عمولتك 50%. لكن المختلف عن برنامج جيفي زو وكليك بانك انه كليك بانك ما بتحتاج لموافقه لتسوق المنتج، لكن برنامج جيفي زو بتحتاج لانضمام للمنتج بعدين تستنى ليوافق عليك بعدين تبدا تسوق لهذا المنتج، لكن على كليك بانك بتبدا تسوق لاي منتج بدون اي موافقه. والان خلونا ننتقل للموقع الخامس من مواقع التسويق العمولي، موقع شير اسيل. موقع شير اسيل من واحد من اشهر مواقع التسويق العمولي الموجوده على الانترنت، هو مشابه لموقع سي جي افلييت، يعني موجود فيه عده من الشركات او البراندات العالميه اللي ممكن انت تجدها في هذا الموقع، لكن تسجيل فيه بيحتاج انه عدد من الزوار، يعني لازم يكون عندك موقع الكتروني عشان تقدر تسجل في هذا البرنامج. وطبعا مش متاح لبعض الدول، لكن نسبه عمولته بتختلف بين منتج لمنتج. الان راح اقوم تسجيل الدخول على برنامج شير اسيل عشان تتعرفوا على واجهه التحكم الخاصه بالبرنامج. طبعا راح اضغط لوجن بعدين افلييت لوجن بعدين راح اضغط لوجن. ظهرت امامنا واجهه التحكم الخاصه بشير اسيل. طبعا هون راح تبين معك كامل عمولتك وكامل البرامج اللي انت انضميت لها. كمان بيحتاج انه موافقه، يعني انت عشان تسوق لمنتج لازم يتم الموافقه عليك عشان تبدا تسوق للمنتجات. طبعا انت عشان تنضم لشركه وتبدا تسويق لمنتجاتها من التوب بار في عندنا ميرشنتس، نضغط عليها بعدين سيرش فور ميرشنتس. راح نضغط عليها راح يظهر عندنا كامل المنتجات انت بتقدر تسوق لها. طبعا ممكن انت تبحث عن منتج معين من خلال الكي وورد، وفي عندك كمان كاتيجوري ممكن تبحث من خلال التصنيفات. اذا ننزل للاسفل طبعا بير سيل، يعني عندنا هان انت على كل بيعه من هذا الشركه لك $60. طبعا هاي المنتجات الرقميه، دائما المنتجات الرقميه عمولتها اعلى من المنتجات الماديه. مثلا هاي الشركه بتقدم لك منتجات ماديه، نسبه البيع عليها 6 او نسبه عمولتك بتكون 6% من سعر المنتج. مثلا هاي الشركه بتقدم لك عموله من 5% ل 10% من سعر المنتج. كمان هون ممكن يحاسبوك انت على كل عدد نقرات، كمان هون بحاسبوك على كل عدد نقرات ولازم تم موافقه عليك قبل التسويق لاي منتج. طبعا في كثير من الشركات العالميه اللي منضم لها شير اسيل ممكن انت تسوق لمنتجاتها. والان خلونا ننتقل للموقع السادس من مواقع التسويق العمولي الموجوده على الانترنت، هو موقع فايفر. طبعا نعرف ان موقع فايفر بيقدم لنا خدمات، يعني انت مثلا ممكن تبحث عن بعض الخدمات وتبدا التسويق لها وتربح عموله. طبعا انا بعتبرها من اسهل طرق التسويق بالعموله الموجوده على الانترنت، يعني انت بس بتبحث عن اشخاص بيواجهوا بعض المشاكل بعدين بتعرض عليهم حل لهي المشكله، بعدين بتعرض عليهم خدمه بتقدم لهم حل لهي المشكله. يعني البرنامج كثير سهل، طبعا بيقدم لك اكثر من 2 مليون خدمه موجوده على الانترنت. طبعا نسبة عمولتك ببرنامج فايفر تتراوح لأول 12 شهر فقط، يعني أنت أول سنة تنضم لبرنامج فايفر بعطوك $10 لكل بيعة زائد 10% من سعر البيعة أو سعر الخدمة أو سعر الاشتراك. إذا بننزل للأسفل بس تخلص أول سنة بعطوك مثلا على فايفر أفلييتس 10% على كل بيعة، يعني بسامحوك بال $10. طبعا في عمولات ثانية، إذا مثلا أنت بعت منتج على فايفر برو أنت راح تربح $150. طبعا فايفر برو هو اشتراك، يعني العميل بيشترك سنوي فانت بتربح $150 على كل اشتراك. اذا بعت منتج او منتج تصميم زي ما هو ظاهر امامنا انت بتربح $50. ننزل للاسفل، اذا بعت مثلا تسويق او بناء موقع انت راح تربح $40. طبعا اذا بننزل للاسفل نيجي باقي العمولات، يعني انت بتتعرف عليها لما تنضم للبرنامج، يعني انت ما عليك انك تبحث غير عن اشخاص بيحتاجوا خدمه معينه وبتقدم لهم احسن خدمه موجوده على فايفر. طبعا هذا الشيء بيرجع لك كمسوق، يعني لازم تبحث عن الخدمه الجيده عشان تقدمها للعملاء وتكسب العملات. والان خلونا ننتقل للموقع السابع من مواقع التسويق بالعمولة الموجودة على الانترنت، هو موقع عربي كليكس. طبعا هو واحد اشهر مواقع التسويق بالعمولة العربية. طبعا نظام التسويق فيه هو نظام كوبونات، راح تلاقي العديد من المتاجر او الشركات العربية اللي ممكن انت تسوق لمنتجاتها، مثلا شركة نون، شركة امازون مصر، شركة اتش ام، شركة فورديل وكثير من الشركات الثانية انت بتقدر تسوق لمنتجاتها. طبعا نسبة العمولة برنامج عربي كليكس بتختلف بين شركة وشركة، يعني انت لازم تنضم للبرنامج بعدين تتعرف على عمولة كل شركة انت بتنضم لها. لكن الشيء السيء بعربي كليكس انه انت بتحتاج لقناة يوتيوب عليها عدد من المشاهدين او اي قناة عليها عدد من المتابعين عشان يقبلوك. طبعا هسه صاروا يحطوا الاشخاص اللي بنضموا له في قائمة الانتظار، يعني لازم يوافقوا عليه بعدين ينضم لبرنامج عربي كليكس. طبعا انا ما عندي برنامج بعربي كليكس عشان هيك ما راح اقدر اورجيكم واجهة التحكم داخل البرنامج. طبعا هي واجهة التحكم كثير سهلة، ما عليك غير تنضم لاي شركة بعدين تاخذ الكوبون وتبدأ التسويق لهذا الكوبون. والان خلونا ننتقل للموقع الاخير من مواقع التسويق بالعمولة، هو موقع ماي ليد. طبعا اغلب المواقع اللي ذكرناها سابقا تعطيك نسبة عمولة على كل عملية بيع، لكن هذا الموقع مختلف، تعطيك طرق دفع عديدة. اذا بننزل للاسفل نتعرف عليها، طبعا اول طريقة عندنا السي بي ال، يعني بتعطيك عمولة على كل اجراء، يعني العميل لما يدخل اسمه مثلا ايميله ويجاوب على اسئلة فهم بيعطوك عمولة على هذا الشيء. كمان هون السي بي اي بيعطوك نسبة عمولة على كل عملية بيع. اذا ننزل للاسفل الطريقة الثالثة للدفع هي السي بي اس، يعني بيعطوك عمولة على كل عميل متوقع.
يعني لازم العميل يدخل بياناته في موقع ما عشان يعطوك عمولة. طبعا هاي من أحد أصعب طرق التسويق بالعمولة الموجودة على الإنترنت، عشان هيك أنت كمبتدئ ما راح أشرح عنها. الطريقة الرابعة عندنا هي الـ PPI، يعني بعطوك عمولة على كل تنزيل تطبيق. طبعا في عمولات ثانية مثلا الـ SMS، بعطوك عمولة على كل رسالة، يعني كل عميل بيشتري من خلال رسالة أنت بتاخذ عمولة. وفي IVR على كل مكالمة أنت لازم تتواصل مع العميل عشان يعطوك عمولتك. في SMS شات، وفي أكثر من طريقة، يعني أكثر من طريقة دفع بيمتلكها موقع MyLead. طبعا طريقة التسجيل فيه كثير سهلة، وكمان تحتاج موافقة عشان تبدأ بالتسويق للمنتجات الموجودة على موقع MyLead. وأنا ما بفضل، يعني أرباحه قليلة، يعني أنت على كل نقرة أنت يمكن تربح دولار، أو كل إجراء تربح 3 دولار أو 10 دولار. فأنا ما بفضل تبدأ فيه كمبتدئ تسويق بالعمولة، يفضل أنك تبدأ في المنتجات المادية أو بالعملات العالية، يعني دور عملات عالية. أنا ما بفضل موقع MyLead، لكن أنا اقترحته عليكم عشان طرق الدفع اللي بيقدمها، يعني في عنده عديد من طرق الدفع للتسويق بالعمولة. وهيك بنكون انتهى الفيديو لليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط لايك واشتراك للقناة.